السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا قرص او قريشلات اللي 100% ناجحين واسفنجيين، واهم حاجه انهم اقتصاديين، يعني في متناول الجميع، ما كيحتاجوش منا بزاف المقادير. نبداو ان شاء الله. بالنسبه لهاد القريشلات او القرص، كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، كنحتاجو دانون طبيعي، نص كاس سكر سنيده، نص كاس ديال الزيت النافع، والزنجلال للتزيين، وبيان سور الماء باش نجمعو الخليط. وهنا درنا الملحه، درناها ديجا. دابا غنبداو باش نخلطو جميع العناصر. خوينا دابا الزيت، سنيدة، نافع، دانون طبيعي، خمسمائة غرام ديال الدقيق ديجا غربلناه، والماء باش نجمعو يكون شوية دافئ باش نجمعو الخليط. كنجمعوا العجين مزيان، غير ما كنحتاجوش اننا نعجنوها ولا ندلكوها، كنجمعوها غير بالاطراف الاصابع. نزيدوا شويه الماء، خاصها تجي شويه مرخوفه العجين. كتولي على هذا الشكل. ندهنوها بشويه ديال الزيت ونخليوها تخمر على حساب شي نص ساعه بحال هكاك او اقل. غنشوفوها بدات كتضاعف الحجم ديالها. درنا شويه الزيت باش ما تلصقش لينا العجين. من بعد ما خمرات العجين ديالنا، نسيت ما قلت لكمش، راه درت معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، خلطتها مع الدقيق. الا ما كانش الخميره حبيبات ممكن ديروا ديك الخميره العاديه. غندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وغنبداو نديرو قرصنا، نديرو كوارات على هذا الحجم، بحيث من بعد غادي تنفخوا شويه، مازال غتخمر مره اخرى. غندهنوا لينا يدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا العجين. كنكملوا بحال هكا حتى تكمل لينا العجين كامله. كنخليه شويه لاسباس بين وحده واخرى حيت غتخمر لينا. من بعد ما سالينا اللاطه غنضغطوا عليهم غير شويه، بحال غنقرصهم غير شويه صافي، ونخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما خمر القرص ديالنا خليناه شي ساعه بحال هكاك حتى تضاعف الحجم ديالو. دابا درنا جوج صفر ديال البيض، خلطوهم مع الحليب،
وشويه ديال الخل باش يحيد لينا شويه الزفوريه ديال البيض. كيضاعف الحجم ديال القرص، كندهنوهم بالصفر الصفر البيض اللي خلطناه مع الحليب والخل. من بعد ما دهناهم كلهم بالبيض كنديروا الزنجلان. الزنجلان ما محمرينه ما والو، غير غاسلينه حيت اصلا غيدخل الفران وغيتحمروا في الفران. كنكونوا ديجا مشعلين الفران يسخن، كنشعلوا لتحت هو الاول عاد باش كنشعلوا الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال القرص ديالنا، كيجيو اسفنجيين حيت باقي راه باقيين سخانين، واقتصاديين 100% وساهلين وناجحين في متناول الجميع. بالصحة والراحة.